السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار الأخيرة من قناة السعودية. أبدأها بأهم العناوين. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، أمير الرياض يرعى النسخة 56 لكأسي الملك الفروسية. سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية بالقرب من مستشفى الحرة العام دون إصابات أو أضرار. وقوات التحالف تعترض وتدمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة. أهلا بكم. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم الحفل الفروسي الكبير على كأسي خادم الحرمين الشريفين لخيلي الإنتاج والمستورد. ولدى وصول سموه ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية، انطلق الشوط العاشر على كأس خادم الحرمين الشريفين لخيل الإنتاج المحلي على مسافة 2000 متر مفتوح الدرجات الفئة الأولى لعمر 4 سنوات، وجائزته 1,000,000 ريال. وتمكن الجواد البدالي من تحقيق المركز الأول. وعقب نهاية الشوط سلم أمير الرياض كأس خادم الحرمين الشريفين للإنتاج لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز. تلا ذلك انطلاق الشوط 11 على كأس خادم الحرمين الشريفين لخيل المستورد على مسافة 2000 متر مفتوح الدرجات الفئة الأولى لعمر 4 سنوات فأكثر، وجائزته 1,000,000 ريال. وتمكن الجواد جريفو للأسطبل الأحمر للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، وبقيادة المدرب عبد الله بن مشرف والخيال عبد الله العوفي، تمكن من تحقيق المركز الأول. صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي. بيان من الديوان الملكي: انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليه إن شاء الله يوم غد الأحد الموافق 18 من شهر جماد الآخرة من عام 1442 للهجرة في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون. صرح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي بأن الدفاع المدني تلقى بلاغا عن سقوط مقذوف عسكري تم إطلاقه من قبل عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه محافظة الحرة بمنطقة جازان. وبمباشرة جهات الاختصاص البلاغة في الموقع تبين أنه مقذوف عسكري من نوع كاتيوشا سقط في حديقة مجاورة لمستشفى الحرة العام، وتناثرت شظاياه في عدة مواقع مختلفة ولم ينتج عنه أي إصابات أو أضرار ولله الحمد، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات. صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة. في آخر إحصائيات فيروس كورونا في المملكة، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 270 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في المملكة إلى 367,813 إصابة، من بينها 2,142 حالة نشطة معظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 352 حالة حرجة. كما تم تسجيل 293 حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 359,299 حالة، فيما سجلت 4 حالات وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 6,372 حالة وفاة، رحمهم الله جميعا. واصل خبراء منظمة الصحة العالمية تحقيقاتهم في مدينة ووهان التي انطلق منها فيروس كورونا إلى العالم،
وسط شكوك بإمكانية الكشف قريبا عن مصدر التفشي. رغم الشكوك القوية بإمكانية كشفهم لمصدر تفشي فيروس كورونا، واصل خبراء منظمة الصحة تحقيقاتهم بعد زيارتهم لمستشفى في ووهان الصينية، المدينة التي ظهرت فيها أولى حالات المرض قبل انتشاره في العالم. ولا يزال الجدول الزمني لعمل الخبراء الذي من المتوقع أن يبقى لأسبوعين آخرين غير واضح، وسط تكتم السلطات الصينية حول هذه الزيارة الشديدة الحساسية من الناحية السياسية بالنسبة لبكين. منظمة الصحة العالمية حاولت التخفيف من سقف التوقعات، حيث نبه مدير عمليات الطوارئ مايكل رايان من أن مهمة الخبراء معقدة وتحتاج إلى جمع كل المعلومات والقيام بزيارات ضرورية، خصوصا إلى معهد ووهان لعلم الفيروسات وإلى سوق كان مركزا للتفشي المبكر للفيروس. وتسعى الصين المتهمة بالتباطؤ في الاستجابة لأولى الإصابات بكورونا إلى تسليط اهتمام وسائل الإعلام على نجاحها في احتواء الوباء والترسيخ فكرة نشأة الفيروس في أوروبا قبل ظهوره في أراضيها. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان قد أكد على تعاون بلاده لتحديد منشأ الفيروس، لكنه شدد على أن المهمة ليست تحقيقا، وألمح إلى أن الإغلاق المفاجئ لمختبر عسكري أمريكي في ولاية ماريلاند في يوليو 2019 مرتبط بوباء كورونا. تلقت مسيرة اللقاحات نحو تخليص العالم من فيروس كورونا، تلقت دفعة جديدة بإعلان شركة نوفا فاكس أن لقاحها فعال بنسبة 89%. في تطور لافت، قالت شركة نوفا فاكس أن تحليلا أوليا أظهر أن اللقاح ضد فيروس كورونا فعال بنسبة 89.3% في الوقاية من مرض كوفيد 19 في تجربة أجريت في بريطانيا، كما أنه يوفر مستوى الحماية نفسه تقريبا من السلالة الأكثر عدوى التي تم اكتشافها لأول مرة هناك. الوكالة الأوروبية للأدوية قالت أن لقاح فايزر بيونتك لم يظهر أي مشكلات تتعلق بالسلامة، وذلك بعد مرور شهر على بدء حملة التطعيم باللقاح في دول الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن حالات الوفاة التي حدثت عقب التطعيم ليست لها علاقة باللقاح. وفي ظل خلافها مع التكتل الأوروبي، شركة أسترازينكا تستجيب للضغط من الاتحاد الأوروبي، حيث نشرت عقدها الخاص بتوصيل لقاحات كوفيد 19 إلى المنطقة. ويشير نص العقد إلى أن مواقع التصنيع البريطانية يمكن أن تضاف إلى ترتيبات التصنيع الخاصة بالشركة للاتحاد الأوروبي. لا يزال السباق مستمرا بين اللقاحات الجديدة في المعركة ضد فيروس كورونا المستجد. دعا كبير خبراء الأوبئة المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي إلى سرعة التحرك لاحتواء السلالات المتحورة من فيروس كورونا، وحذر من التراخي في نشر اللقاحات على نطاق واسع. مع اقتراب إصابات كورونا في الولايات المتحدة إلى 26 مليون حالة، حذر كبير الخبراء الأوبئة المعدية أنتوني فاوتشي من تفشي السلالات المتحورة من الفيروس، ودعا إلى ضرورة التحرك بشكل أسرع نحو نشر اللقاحات على نطاق واسع. فاوتشي حذر أيضا من أن تتحول السلالات الجديدة إلى عقبة أمام الإمكانيات الحالية للقاحات. وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة إلى جانب عشرات الدول تفشيا لبعض السلالات، رغم المسائل الحثيثة لاحتوائها من خلال فرض العديد من الدول حول العالم قيودا على السفر. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع مؤخرا على أمر بتمديد حظر السفر يمنع غير الأمريكيين الذين زاروا البرازيل وجنوب أفريقيا وبريطانيا وإيرلندا و26 دولة أوروبية أخرى من دخول الولايات المتحدة. التداعيات الاقتصادية المدمرة التي خلفها الوباء ما زالت تلقي بظلالها على المشهد، حيث شددت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين على أهمية التحرك وتبني حزمة التحفيز البالغة $1.9 تريليون التي قدمها بايدن. وفي وقت يعارض عدد من الجمهوريين حزمة كهذه، شددت يلين على أن كلفة التقاعس عن العمل ستكون أعلى بكثير من كلفة القيام بإجراءات عاجلة للسيطرة على الوضع الحالي.
وتأمل الإدارة الأمريكية الجديدة بأن تنجح في إقناع أعضاء الكونغرس بتبني خطة الطوارئ هذه سريعا لمساعدة المدن والولايات وتسريع وتيرة الفحوص الطبية وعمليات التطعيم. أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيجرسون عن خيبة أمله بعد المحادثات التي أجريت هذا الأسبوع في جنيف حول الدستور السوري، موضحا أن الأطراف المشاركة لم تتمكن من الاتفاق على منهجية للعمل. ودعا بيجرسون إلى ضرورة وضع آلية تسمح للأطراف بتحديد نقاط التوافق والاختلاف بهدف العمل على مراجعة الدستور، وأشار إلى أن المقاربة الحالية غير ناجحة، مضيفا أنه لا يمكن الاستمرار في هذه الاجتماعات بدون تغيير آلية العمل وتخفيف حدة الخلافات العميقة بين الأطراف الرئيسة. وتهدف محادثات صياغة الدستور التي توسطت فيها الأمم المتحدة تهدف إلى تمهيد الطريق لتسوية تنهي الأزمة السورية التي اندلعت في 2011. أعلن الجيش السوداني اعتزامه السعي للاستعادة ما تبقى من أراضي بلاده الواقعة تحت السيطرة الإثيوبية. الجيش أفاد بأن القوات المسلحة ستظل سدا منيعا لحفظ أمن البلاد وحماية أراضيه، لافتا إلى أن السودان لا يسعى للحرب مع جيرانه، لكنه لن يفرط في شبر واحد من أراضي الشريط الحدودي مع إثيوبيا. وتشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا توترا متصاعدا منذ أسابيع على خلفية هجمات مسلحة على حدود البلدين. أعلن الكريملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع على قانون يمدد معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية لخمس سنوات جديدة. وقالت روسيا إن التمديد سيدخل حيز التنفيذ بمجرد أن يتبادل الجانبان الروسي والأمريكي المذكرات الدبلوماسية بعد أن يكمل كل منهما الإجراءات الداخلية. ويهدف اتفاق تمديد المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة إلى تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد من انتشارها. في أخبار الرياضة، توج صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة فريق النصر بلقب كأس بيرين للسوبر السعودي للمرة الثانية على التوالي بفوزه على الهلال بثلاثة أهداف دون رد، وذلك على استاد الملك فهد الدولي بالرياض. وقد فرض النصر هيمنته على مجريات اللاعب في الشوط الثاني وتمكن من حسم الفوز بثلاثة أهداف، حملت توقيع البرازيلي بيتروس والبديل المغربي عبد الرزاق حمد الله وسامي النجعي، وحصد النصر بذلك لقبه الثاني في البطولة ليعادل إنجاز الهلال الذي أحرز أيضا اللقب مرتين. نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، أمير الرياض يرعى النسخة 56 لكأسي الملك للفروسية. سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية بالقرب من مستشفى الحرة في العام دون إصابات أو أضرار. وقوات التحالف تعترض وتدمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة. تحية لكم في أمان الله. We'll be right back.